طبعا هذا المعرض بالنسبة لي نقلة نوعية من الرسم اليدوي إلى الرسم الرقمي باستخدام الجوال. وطبعا أغلب الرسومات بتعبر عن ذوي الإعاقة وتميزهم في اللي ممكن يحقق في مجال الحياة. الرسالة إنه ما يقولش في تمييز بين ذوي الإعاقة والإنسان السليم. طبعا بالآخر الإنسانية هي اللي بتحكمنا مش الإعاقة ولا الأطراف الأخرى. تقريبا شهر. طبعا كنت بتدرب قبلا لكن بعد ما تمكنت بشهر عملت ال 100 لوحة.